نشرة الظهر. نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم ضمن أبرز عناوينها. في الذكرى 68 لانبعاث الجيش الوطني، رئيس الجمهورية يؤكد تمسك تونس بخيارها رفض وجود قواعد عسكرية أجنبية فوق أراضيها. في النشرة، مواكبة لانطلاق اختبارات مناظرتي ختم شهادة التعليم الأساسي العام وتقني بمشاركة أكثر من 33 ألف مترشح. في فلسطين المحتلة 21 ألف طفل مفقود في غزة نتيجة حرب الإبادة والحرب التي تقتل الأطفال، محور تقرير في النشرة. أهلا بكم. قال رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم إنه على المجموعة الوطنية كاملة المساهمة في توفير الاعتمادات اللازمة لتطوير قدرات القوات المسلحة. وأضاف رئيس الدولة خلال إشرافه على موكب الاحتفال بالذكرى 68 لانبعاث الجيش الوطني أنه سيتم ترجمة هذه الإرادة في إطار مخطط استراتيجي، سواء في قانون المالية أو في أطر قانونية أخرى. على المجموعة الوطنية كاملة أن تساهم في توفير الاعتمادات اللازمة لتطوير قدرات قواتنا المسلحة من بنية تحتية ومن تسليح، فضلا عن الإحاطة بكل العسكريين على اختلاف رتبهم واختصاصاتهم. وستتم ترجمة هذه الإرادة في إطار مخطط استراتيجي، سواء في إطار قانون المالية أو في أطر قانونية. وشدد رئيس الجمهورية على أن تونس التي لم تقبل أبدا بوجود قواعد عسكرية أجنبية فوق أراضيها لن تحيد أبدا عن هذا الاختيار. تونس التي لم تقبل أبدا بوجود قواعد عسكرية فوق أراضيها من غير التونسيين لن تحيد أبدا عن هذا الاختيار. تقبل بالتعاون وبتبادل التجارب والخبرات، وهو أمر تقليدي مألوف بين كل الدول، ولكن لن يكون مثل هذا التعاون إلا في ظل اختياراتنا الوطنية النابعة من مصالح شعبنا. ولن نقبل بأن تكون حبة رمل واحدة ولا قطرة ماء واحدة، بل حتى هبة نسيم واحدة خارج السيادة الكاملة للدولة التونسية. وبمناسبة الذكرى 68 لانبعاث الجيش الوطني، يفتتح غدا معرض وثائقي بمتحف قصر الوردة العسكري بمنوبة، يتواصل إلى غاية 3 جويلية القادم. المؤسسة العسكرية رمز للدفاع عن الوطن ومدرسة في العطاء من أجل الذود عنها وتحقيق الإنجازات في مختلف المجالات، كما تتيح الفرص للشباب لا فقط من خلال الخدمة العسكرية بل عبر مراكز التكوين في قطاعات متنوعة مفتوحة للمدنيين والعسكريين. أحلام الجسمية. في إطار معاضدة المجهود الوطني في التنمية الاقتصادية، حرصت وزارة الدفاع الوطني على تطوير منظومة التكوين المهني التابعة للمؤسسة العسكرية التي توفر التأهيل للحياة المهنية ومفتوحة للمدنيين إلى جانب العسكريين، وفق ما توضحه النقيب بالجيش الوطني ثريا الحمدوني. كل مواطن تونسي من أبنائنا اللي انقطعوا عن التعليم لأي سبب، أعمارهم تتراوح ما بين 15 حتى 25 عام، وثم شروط بطبيعة الحال عنا خصوصية وزارة الدفاع الوطني. وزارة الدفاع الوطني تشرف على 12 مركز عسكري نشيط للتكوين المهني، بما فيهم المولود الجديد مؤسسة التكوين المهني الغوص بجرجيس، توفر تكوين في 59 اختصاص. عندنا 3 مستويات: شهادة المهارة، 7 أساسي و8 أساسي معناها دون 9، وعندنا كفاءة مهنية هي من 9 أساسي منهات حتى للثانية ثانوي، وعندنا المؤهل التقني المهني من 2 ثانوي منهات حتى 4 منهات في منظومة التدريب المهني. هذه بالنسبة للمدون 6 أساسي معناها ما ينجمش يدخل للمهارة، ما ينجمش يعمل عنا عامين بعقد يتدرب في مهنة معينة، عنا برشا اختصاصات، وفي الأخر يتختم بشهادة ختم تدريب مهني. ويتيح التكوين صلب مراكز التكوين التابعة للمؤسسة العسكرية عديد الامتيازات، وفق ما تبينه النقيب بالجيش الوطني ثريا الحمدوني.
الامتيازات هو مجانية العلاج، عندنا منحة شهرية ياخوها اللي هي المنحة نفسها اللي ياخوها المنحة تاع التكوين المهني، يتمتع كيف كيف بالتنقل المدرسي، في نصف النهار ياكل عندنا، فما بعض المراكز توفر زادة سكن بالنسبة للمدنيين إناث وذكور، عندنا جهة في قفصة وفي جبس. ويبقى الجيش الوطني رمزا للعطاء غير المحدود والبذل فداء للوطن، وتبقى المؤسسة العسكرية رمزا للانضباط والعمل النوعي فخرا وقدوة. في شأن وطني آخر، وبمشاركة نحو 33,000 مترشح، انطلقت اليوم اختبارات مناظرة شهادة ختم التعليم الأساسي العام دورة 24 و2000 للتنافس على 3,750 مقعدا بالمعهد النموذجية بمختلف ولايات الجمهورية. كما انطلقت اليوم اختبارات مناظرة ختم التعليم الأساسي التقني بمشاركة نحو 200 تلميذ، على أن يتم الإعلان عن نتائج المناظرتين يوم 11 جويلية المقبلة. سلوى المجري تحولت صباحا إلى مركز اختبار المروج 5 وتحدثت إلى عدد من التلاميذ والأولياء. اليوم عدت عربي وانجلي، العربي الحق سهل، النص سهل، أما الأسئلة متاعو صعاب. لو الانجلي بكله سهل إن شاء الله متفائلين بنجاح، وإن شاء الله كنا ننجحوا حاجة بيه، باش حتى كي واحد معناتها يوصل للباك تبدأ عنده التجربة قديمة، ما يمشيش معناتها متوتر وخايف. أمي شاد سهل باش عادي كونكور، ولا ثم دفورات سهل وثم دفورات سهل، العربية سهل والانجلي عندي أنا سهل، باش الواحد مثلا حتى يوصل للباك أو كما يحلش أو عنده خبرة. سهلين دفورات، العربي في متناول هو والانجلي سهل على الله، كانك مراجعة تقدروا. ثقافة عامة وشوية مراجعة. صباح كنت خايفة على الاخر عادي باش نبكي، قلت انا مروحة بيك وشي، كي شفت الدفار وكل شيء طلع سهل، يعني العربي انا جني سهل كالعادة، الانجلي انا ساعة نحبه على الاخر، اذاك جني سهل يا رب ننجح وان شاء الله غدوة كما اليوم زادة. عندي بنية تعدي عربي قالت لي باهي في المتناول، حضرته ان شاء الله ربي معاه، كونكور واحد يبدا له من اول العام مش من تو. عندي بنوتة ان شاء الله ربي يوفقها، حضرت بالكدا الكونكور بصراحة ما عاملين عندنا مغدر. بنتي شفتها شوية بركة ما حبيش ياسر نسألها على الحقيقة، جوست بوستها قلت لها بون شونس في الانجلي، ارتحنا من العربية تو سي بون سافا، خرجت فرحان والله خدمت حضرت هي ان شاء الله ربي ينجحهم. لا انا حارسة وميم طوم خليت على راحتها ما نحبش نسترسي، اللي فيه الخير ربي يسهل فيه ان شاء الله ربي معاها. تأجيل فتح معبر راس جدير الحدود بين تونس وليبيا مجددا وبقاء حركة المرور مقتصرة على الحالات الإنسانية الاستعجالية فقط، وفق ما أفاد به مراسل الإذاعة التونسية في بنجردان عوني العجيلة، الذي أكد أيضا أن خلافا ليبيا وراء قرار التأجيل. أعلنت التنسيقية الوطنية التونسية لإطارات وأعوان الصحة في ندوة صحفية اليوم إحالتها مبادرتين تشريعيتين على لجنة الصحة في البرلمان، تتعلق الأولى بالقانون الأساسي لمهني الصحة والثانية بنظام حوكمة الهياكل والمؤسسات الصحية. رئيس لجنة صياغة مشروع إصلاح المستشفيات صلبة تنسيقية محمد خليفة يصرح لي وجه النمرة. المشروع الأول هو مشروع القانون الأساسي لمهني الصحة بكل أسلاك، هذا ماشي يخلي يوضح مهام كل سلك، لأنه في تونس تو متداخلة المهام، كل واحد يعرف مهامه واجباته ويعرف حقوقه، التراتيب مش تكون مفصلة أكثر مش تعطي كل حقوقه المادية. المشروع الثاني اللي هو نظام حوكمة الهياكل والمؤسسة الصحية، احنا نظام الحالي نظام متأخر جدا وسلبي ومستبد، العالم كله تعدى من نظام العمودي هذا للنظام الأفقي، معناها المستشفى مش ما يشتغلش أقسام، يشتغل عملية بروسيس، معناتها العمل على مستوى الأفقي باش ننقص من الفساد وننقص من تسرب المواد إلى الخارج. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn. في فلسطين المحتلة، أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم استشهاد 28 فلسطينيا وإصابة 66 آخرين خلال الساعات 24 الماضية في تواصل للقصف الإسرائيلي على مناطق عدة في القطاع. وفي الضفة الغربية المحتلة، يشن جيش الاحتلال منذ فجر اليوم حملة اعتقالات وتحقيقات ميدانية واسعة، طالت عشرات الفلسطينيين فيما أصيب شاب برصاص القوات الإسرائيلية في نابلس.
ردا على المجازر بحق الفلسطينيين في غزة، أعلنت سرايا القدس قصفها جنودا وآليات لجيش الاحتلال الإسرائيلي غرب رفح وفي محور نتساريم. يأتي ذلك في وقت أعلنت كتيبة طول كرم تابعة لسرايا القدس مقتل وإصابة جنود إسرائيليين في كمين محكم نفذته ضد مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. في الأثناء أشارت تقديرات منظمة أنقذوا الطفولة البريطانية إلى فقدان نحو 21 ألف طفل في غزة نتيجة الحرب الإسرائيلية على القطاع. سياسيا، وفي ردها على رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو الذي أبدى استعداده لصفقة جزئية لتحرير الأسرى قبل استئناف الحرب من جديد، أكدت حركة المقاومة حماس إصرارها على وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب كامل من قطاع غزة. كما طالبت حماس في بيان الإدارة الأمريكية باتخاذ قرار واضح بوقف دعمها الإبادة الشاملة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. من جهتها، أعلنت صحيفة يدعو تحرنوت الإسرائيلية رفع دعوى قضائية في كوريا الجنوبية تتهم نتنياهو وسبعة مسؤولين إسرائيليين بارتكاب جرائم حرب. كشف الناطق باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف كاظم أبو خلف أن 100 طفل يستشهدون أو يصابون يوميا في غزة، في أوضح صورة عن حقائق حرب الإبادة التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حق الأجيال الفلسطينية ومستقبل المقاومة. تقرير ناجي بن جنت. أرقام مفزعة وحقائق صادمة تكشف عنها كل يوم الحرب الصهيونية على قطاع غزة، من أخطرها تلك التي أعلن عنها الناطق باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف كاظم أبو خلف حول مصير أطفال غزة الذين يستشهد منهم ويصاب 100 طفلا يوميا. ثمن فادح لحرب صهيونية جائرة تستهدف الأجيال ومستقبل المقاومة الفلسطينية، وفق أستاذ القانون الدولي العام عبد المجيد العبدلي. قتل الأطفال هو المستهدف، لأنهم يعرفون أن هؤلاء الأطفال هم جيل المستقبل وهم مقاومة المستقبل. هل يعقل أن يقتل أكثر من 20,000 طفل في ظرف 9 أشهر؟ هناك اتفاقية الأمم المتحدة الصادرة منذ عام 1989 التي تعطي حماية خاصة للطفل. العالم أصبح لا يرى ما يحصل لأطفال غزة، وبالتالي الجريمة كاملة العناصر، ولا يبقى إلا تسليط العقاب على المجرمين. استهداف الأطفال وجه بشع آخر لحرب الإبادة الإسرائيلية في غزة التي لم تقف عند حدود القتل فقط، بل هي جريمة كاملة عناصرها الجوع والعطش والأوبئة والحرمان من الدراسة والمعرفة. إنها معركة وجود ومصير في مفترق الحياة والموت كما لم يحدث في التاريخ من قبل. الجانب اللبناني، أعلن حزب الله استهدافه موقعا عسكريا صهيونيا في شمال الأراضي المحتلة ردا على اغتيال تل أبيب أحد قياديه في غارة جوية شرق لبنان. كما أعلن قصفه مقرا تابعا للفرقة 91 في صفد. من جهته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 3 من جنود الاحتياط بجروح جراء إطلاق صاروخين مضادين للدروع من لبنان على بلدة المطلة، وأن طائراته شنت غارات ليلية على مبنى عسكري لحزب الله في عيترون وبنى تحتية في كفر كلا والخيام. في غضون ذلك، حذر قائد القوات البرية بالجيش الإيراني من أن محور المقاومة لن يبقى صامتا أمام أي هجوم إسرائيلي على حزب الله ولبنان. ختام النشرة قدمناها من الإذاعة الوطنية التونسية، نذكر بأبرز ما جاء فيها في عناوين. في الذكرى 68 لانبعاث الجيش الوطني، رئيس الجمهورية يؤكد تمسك تونس بخيارها رفض وجود قواعد عسكرية أجنبية فوق أراضيها. في النشرة، مواكبة لانطلاق اختبارات مناظرتي ختم شهادة التعليم الأساسي العام والتقني بمشاركة أكثر من 33,000 مترشح. 21,000 طفل مفقود في غزة نتيجة حرب الإبادة والحرب التي تقتل الأطفال، محور تقرير قدمناه في النشرة. أجمل تحية سمية فرجاني، ألقاكم على رأس الساعة في أمان الله.